استقبل رمضان بالهمة العالية، بالهمة والمسارعة والمبادرة والتصافي والتسامح والعفو والصفح والغفران بين الناس. يستقبل رمضان بالأمة الواحدة التي تجمعها شعيرة الصيام وتستقبل البيت الحرام، فلا خلافات ولا مذهبيات، وإنما يجمع الناس العقيدة الصحيحة والكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رمضان فرصة لحقن دماء المسلمين ووضع السلاح أمام المتقاتلين، فأمة الإسلام أمة الأمن وأمة السلام، وتعزيز الأمن بين المسلمين مطلب ضروري لا تقوم الحياة إلا به، ومكافحة أي بوادر للعنف أو للقتل أو لإزهاق النفوس المعصومة أو للتطرف والغلو والإرهاب، فإن أهل هذا النهج مدحورون. وإننا نحمد الله أن من على بلادنا بتطبيق الحدود الشرعية على كل مفسد في الأرض وعابث بالأمن ومخالف ومفارق للجماعة. فليتنبه المسلمون، فرمضان فرصة لتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والجفاء. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ.